أحصائك ماذا يسأل عن حكم إخراج الزكاة على أقساط، مثلا يخرجها نصفها الآن والباقي عند تمام الحول؟ هذا فيه تفصيل، فإن كان أخرج الزكاة في وقتها فلا يجوز له أن يقسطها، بل يجب أن يخرجها دفعة واحدة. أما إذا قدمها عن وقتها فله ذلك إن رأى في ذلك مصلحة. والأضرب مثالا، إنسان سيخرج زكاته أو وقت الحولان، حولان الحول في زكاته رجب القادم، فهو يريد أن يخرج الزكاة قبل ذلك الوقت بأن يعطيها للفقير في كل شهر، يعطيك الراتب منها، فيعطيه شعبان هذا الذي سندخل فيه غدا إن شاء الله مثلا، ثم رمضان، ثم شوال، حتى يأتي رجب الذي هو وقت وجوب إخراج الزكاة، فقدم، فإن هذا يجوز إن كان فيه مصلحة. أما أن يقسطها بعدما حان وقتها فلا يجوز، بل يجب أن تخرج دفعة واحدة.